Allô? Allô, salam alaikum. عليكم السلام ورحمة الله. Oui, Oustad Ghalousi. سياد محمد Ouais. ولا لوسي؟ Oui, Oustad. تكلمنا على الكاميرا كاشي والقانون شنو كيقول في هذه القضية؟ هذا حماية الحياة الخاصة هو أن أولا هذه الأشخاص يقومون بتوزيع وإذاعة وتثبيت عبر النظام المعلوماتي صور لأشخاص أو صوت أقوال أو معلومات أو غير ذلك مما هو منصوص عليه في الفصل 447 فقرة واحد أو 447 واحد من القانون الجنائي الذي يمنع في إطار حماية الحياة الخاصة بث صور أو أقوال أو معلومات بأي شكل من الأشكال دون إذن صاحبها. والتقطت هذه الصور أو هذه الأصوات في إطار خاص. ولذلك نجد المشرع المغربي قد عاقب على ذلك ضمن مقتضيات المادة 447 من القانون الجنائي، عقب من 6 أشهر إلى 3 سنوات. ما بين 6 أشهر وثلاث سنوات، وبغرامة ما بين 2000 درهم وعشرين ألف درهم على كل من يقوم عمدا وبأية وسيلة كانت، سواء تعلق الأمر بالنظام المعلوماتي بإذاعة أصوات أو أقوال أو تثبيت أو فيديوهات معلومات أو فيديوهات صور أو فيديوهات أو أي شيء آخر يتعلق بالحياة الخاصة للشخص، والتقطت له دون إذنه ونشر وعممها دون إذن هذا الشخص. كذلك كل من يلتقط الصور في أماكن خاصة لأشخاص ويقوم بتعميمها وتوزيعها دون إذن صاحبها. أستاذ، مؤخرا يعني شفنا واحد الظاهرة اللي انتشرت مؤخرا بزاف عندنا في المغرب، واللي هي هذيك الظاهرة ديال المقالب أو لي كاميرا كاشي. مؤخرا كانت واحد الكاميرا كاشي لواحد الفساد في طنجة، وهذا نبغيو نعرفوا أنه واش لو فات أنه باش غادي مثلا نضرقوا أو نفلوتوا الوجه ديال هذيك السيدة، يعني واش هذه القضية، واش هذيك يعني أنه نضرقوا وجه مثلا الضحية أو هذا، واش هو كافي للتملص من القانون ولا القانون يعاقب على الرغم؟ القانون واضح حتى بما فيه بث اقوال، يعني الصوت، يعني على فرضية ان الصورة غير موجودة فان بث الاقوال هو معاقب عليه بمقتضى القانون. وبالتالي فالظاهرة المنتشرة في الآونة الأخيرة والتي في العمق، أولا تريد الإساءة إلى الأشخاص وخاصة المرأة المغربية، الإساءة إلى المرأة المغربية وانتهاك حقوق المرأة وترويج نوع من الأفكار المعادية للنساء، وإظهار النساء بمظهر غير لائق، هو في عمقه يمس أولا بكرامة المرأة ويمس أيضا بحقوق النساء، كما أنه من جهة ثانية هو معاقب عليه بمقتضى القانون الجنائي، وعلى النيابة العامة أن تتحرك وأن تتحرك ضد مثل هذه الفيديوهات وضد مثل هذه الأشياء التي تمس بخصوصية الأفراد من جهة، وتنظر بنظرة تحقيرية وتمييزية إلى المرأة. إذا يحق للضحايا مقاداة ومتابعة القانونية يحق للأشخاص. للضحايا يحق للضحايا بل يجب على النيابة العامة، ما دام أن هذا الفيديو وغيره من فيديوهات أخرى أصبحت مفتوحة ومتاحة للعموم، فإن النيابة العامة وطبقا للقانون عليها أن تتدخل وأن تأمر الشرطة القضائية بفتح البحث في هذا الفيديو وما شابه وغيرها من الفيديوهات الأخرى. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب.